يعني ما زالت القبيلة بتحتفظ بعاداتها وتقاليدها اللي ورثتها من أجدادها اللي هم منحدرين من منطقة الجزيرة العربية. وبلا شك أثرت حياة الاختلاط في السودان على هذه العادات والتقاليد، واكتسبت قبيلة الرشايدة تقاليد جديدة عندها علاقة بالواقع الجغرافي الجديد لهذه القبيلة. حدثنا عن عادات وتقاليد الرشايدة الأصيلة والموروثة وفقا للعرق والقبيلة، والتقاليد اللي تم اكتسابها من خلال الاختلاط مع المجتمع بشرق السودان. أولا قبيلة الرشايدة قبيلة زي 200 قبائل اللي موجودة في شرق السودان، يعني يمكن عاداتنا وتقاليدنا بتنبع من الدين الإسلامي وتنبع من التربية النبوية. احنا ما عندنا حاجة إلا يكون شنو يعني زينا وزي كل القبائل العربية اللي موجودة، نمتاز بالشهامة بالكرم بالفروسية، ويعني عندنا ترابطات وتداخلات مع كل قبائل شرق السودان. فقبائل شرق السودان عموما الآن في بيناتها سوالف، مثلا إذا قلت عندنا السالف اللي موجود بين الناس اللي يمنع الدم من بعض، نحن بنسميه العاني، لكن بيسموا القلد القبائل البجوية بنفس الكلام، هم بيسموا القلد نحن بيسموا العاني. فنحن عاداتنا وتقاليدنا ما تخرج، ما تكون خارجة عن الأخلاق والدين والعرق اللي موجود في السودان وفي كل أنحاء قبائل السودان. نعم، لكن قالوا يعني حسب المعلومات اللي بنسمعها في الإعلام عن الرشايدة إنه الزواج عند الرشايدة مكلف وغالي جدا، يعني ما هي حقيقة الحديث عن ذهب مهر غالي وذهب كثير؟ يعني قالوا زمان بيتم وزن العروسة بهذا الذهب. طبعا الزواج، نتكلم عن الزواج، الزواج مكلف وغالي. الآن أصبح الزواج مكلف في كل أنحاء السودان وفي كل العالم، ما هو بس عند الرشايدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أعطيتها قنطار من الذهب، إحنا ما جبناها من عندنا. فالزول لما يكون داير يتزوج يعني أكيد أنه لازم أنه يكون بدور كامل وسط شريكة حياته، من مهر، من منزل، من لبس بالذهب. يعني نحن أحيانا صحيح عندنا مهورنا غالي، يعني يمكن الزول القريب، يعني مثلا حتى نحن في قبيلة الرشايدة إذا كان قريب يعني ابن عمها قريب منها، يعني ما يكون فيه ما يكون فيه هيكون معقول. ولكن نحن الزوج صراحة يعني الزوج بيتكلف بكل التكاليف. يعني انتم يمكن عندكم في القبائل السودانية الثانية، قبائل السودان وقبائلنا اللي شرقاوية والقبائل اللي جيراننا، انه الزوج ممكن يشارك، حتى المرأة ممكن تشارك بانه بيساهموا بشيء في الزواج. لكن لا، نحن عندنا الراجل لما يجي يتزوج يجيب البيت، يجيب أي تكاليف بيجيبه هو، حتى المناسبة يقوم بها كاملة ويبني بيته. وما يعني العروسة أو أهل العروسة دي ما عندهم أي علاقة بأنه يساهموا في العرس ولا هنا، بس يجي حضور زيهم زي مثلا كله أهل العريس. فدي يمكن يكون هو يعني الغلاء اللي أنتم بتتكلموا عنه. لكن أنت الآن شوفي السودان كله، وين الحاجة الرخيصة بقت؟ بقت في غلاء ما طبيعي في كل حال.